مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في سهرتنا الرمضانيه المعتاده زي ما عودناكم في اليوم كل يوم مع كنار تي في. انا ونسرين اليوم معكم. اهلين نسرين. يا هلا فيك دكتور جمال، يسعد مساكم وين ما كنتوا على هذه الكرة الأرضية وفي أمريكا الشمالية تحديدا. طبعا بنعرف هلا أغلبكم يمكن أفطر بهالوقت، ما عدا يمكن الساحل الغربي لكندا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا، لكن بنوجه لكم تحية طيبة وعطرة. الليلة رح تكون سهرتنا رائعة جدا، سهرة رمضانية من الطراز الأول نوعدكم، لأنه معنا ضيفة يمنية، فنانة يمنية رائعة بكل معنى الكلمة. ونحن على فكرة فنانات اليمنيات قلائل جدا، فلما بنلاقي فنانة يمنية ونسمع انه هذه فنانة يمنية بنشعر انه قصدك قديش نحن محظوظين. كنز، لقينا كنز فعلا، وجدنا قد وجدنا كنز. نقدم لكم الليلة في سهرتنا الفنانة اليمنية منى بحميد. اهلا وسهلا بك منى في استوديو جمال الحوار. يا اهلا وسهلا أهلين، ومرحبتين وشكرا شرفتينا يا لكم. منى. الله يخليك. اولا احب اقول كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله، انت بخير ربنا يخليك. وشكرا لكم استضفتوني في برنامجكم الجميل هذا بصراحه، وسعيده اني اقدم فكره عن التراث اليمني. طبعا احنا زي ما وعدناكم في هذا البرنامج او في هذه القناه انه نتكلم عن كل ما يمس العرب في المهجر، سواء من الشمال الى الجنوب، من الغرب الى الشرق. وبدانا في هذا الموضوع اللي هو تسليط الضوء على التراث العربي والفولكلور العربي من جميع الدول، وإن شاء الله حنقدر نغطي كل الدول العربية وكل الأقطار العربية وكل الثقافات العربية أو كل الناس اللي عايشين في الوطن العربي. يعني مش شرط أنه نكونوا عرب، حنسلط الضوء على الأكراد، حنسلط الضوء على الأمازيغ، حنسلط الضوء على الدروز. أي شخص بيعتبر نفسه جزء من هذا الكيان المجتمعي إن شاء الله حنقدر نسلط الضوء فلكلوريا وثقافيا وتراثيا. ف عملنا حلقات عن التراث الفلسطيني، عملنا حلقات عن التراث المغربي، عملنا عن التراث المصري والفلكلور المصري، اليوم اليمني. إن شاء الله الأسبوع الجاي حيكون عندنا الأمازيغ. اليمن السعيد، وما أجعل الله يجعل أيام اليمن دائما سعيدة. يعني يا رب يا رب. أهلنا في اليمن بمروا بوقت صعب وحرب وصعوبات، وكورونا لكن وكله وكورونا لكن ما لنا إلا الدعاء لهم ومساعدتهم، سواء في التبرع أو حتى بالدعاء. يعني إن شاء الله رب العالمين تزيل هذه الغمة عن كل الدول العربية وكل البلاد اللي فيها حروب ودمار إن شاء الله، وترجع السلام والأمن يا رب. آمين يا رب العالمين. منى Yes. منى يا منى يا منى خبرينا يا احكي منى، لنا خبرينا عنك يا منى، من هي منى؟ عرفينا عن نفسك بالحياة، يعني من هي منى؟ خبري العالم. إليك المايكروفون. أنا منى بحميد من اليمن، أصلي من حضرموت ولكن تربيت في منطقة عدن. جيت كندا وانا عمري تقريبا 12 او 13 سنه، وعشت في اوتاوا، درست في اوتاوا، درست الجرافيك ديزاين وانتراكتيف مالتي ميديا، والان حاليا اشتغلت مع الطيران الكندي كمضيفه طيران. وقبلها يعني كان عندي عده اشغال قبل كذا، يعني ف الفن واحدة منهم. يعني بديت أغنى وأنا عمري صغير جدا، يعني لكن ما دخلت مدارس، ما تعلمت الفن بالطريقة الصحيحة، يعني المقامات وهذه الشغلات. تعلمت انت موهوبة. الله يخليك الله يخليك. هو بس تمرين، يعني تعرف تسمع الفنانين. بديت وأنا صغيرة كنت أقلد الفنانات، كنت أعشق الفنانة ذكرى، نجوى كرم، فكنت دائما أحاول أقلدهم يعني في الصوت وفي الأداء. حنغني ذكر انا وياكي اكيد لازم. يعني البدايه كانت بسيطه، يعني مش بسيطه جدا في مدرسه لا خالص، يعني كان في دروس موسيقيه، لكن مع الحروب تغيرت يعني نمط الدراسه في اليمن، تغير الكريكولم بشكل عام.
لكن العيلة كلها صراحة فنانين. يعني أنا عندي جدي ما شاء الله كاتب، كان كاتب مسرحي الله يرحمه. يعني كل بصراحة يعني اليمن بشكل عام العوائل كلها فيها نوع من الفن، إذا كان مش رسم، غناء، يعرفوا يلعبوا آلات، لكن مخبايين، عرفت كيف؟ يعني ما في منهم اللي لاقى الدعم أو التشجيع إنه يظهر الموهبة اللي عنده. طيب منى، كيف شو بتنظري للغناء التراثي، وخاصة احنا يعني في الغربة؟ انت جيتي هون عمرك 13 سنة يا منى، صحيح؟ بالضبط. يعني اللي زيك ممكن يقول انا لا بدي اروح اغني لجاستن بيفرد ولا جورج مايكل ولا مش عارف شو. ليش تمسكتي بالتراث تبعك؟ لأنه التراث هويتي، يعني زي ما ذكرتوا أنتم في الحلقات اللي مضت، التراث متداول من أجيال، يعني عادات وتقاليد وفنون وأدب وغيره، يعني مهم جدا بالحرص عليه وبالاحتفاظ فيه وتعليمه وتوثيقه، لأنه هو هويتنا يعني، ومن خلاله تعرف تميز مدى علاقة الشعب وأصالته وتاريخه. وبدون التراث تصبح أنت واحد من غير حضارة، يعني في تأثير يصير من الحضارات الثانية عليك، لدرجة أنه أنت تصير خلاص يعني مش سائل بحضارتك ولا بتراثك ولا يعني بتنسي يعني. بالضبط. فمهم جدا الواحد يتمسك بتراثه، لأنه هي الأيدنتيتي تبعته، الختم المركزي، يعني وين ما تروح ما لازم تتعلمه. فهي رسالة منك لكل الشباب أنه ما ينسوا تراثهم وحضارتهم وثقافتهم. أكيد، يعني ده تاريخك وده تراثك، ويعني مهم جدا أنك تكون فاهمه وعارفه ودارسه وتعلمه لأبنائك كمان. أنا حابة أسأل سؤال هو كالتالي، هلأ الفنانات اليمنيات قلائل جدا، صحيح؟ برأيك ما هو السبب؟ هلا أنا بعرف السبب، بس أنا بدي المشاهدين اللي عم يتابعونا اللي يعرفوا ما هو السبب اللي هناك يعني عدد قليل جدا من الفنانات اليمنيات يعني بعالمنا الحاضر. يعني المشكلة اللي هي ما فيش في دعم من البلد نفسه، أو كمان من المجتمع نفسه، ما في دعم للفن بشكل عام، يعني ينظروا له بطريقة إنه هو محرم دينيا، يعني عرفت كيف؟ هو طبعا الفن اليمني بشكل عام كان يحارب من زمان، من الاولياء اليزيديين كانوا يعاقبوا الفنان ويدخلوه السجن، يعني تخيلي. عشان كذا معظم الاشعار اليمنيه والقصائد والاغاني اليمنيه سهل الواحد يسرقها، لانه لما تيجي تشوفي مين اللي كتبها مجهول، لانه كان لانه يخافوا، كانوا حتى يعني يخافوا انهم يتعرفوا من هم، فكانوا كثير يعني الاشعار الموجوده مستحيل تلاقي لها اسم معين. معلومة قيمة جدا، لأنه نحن يعني من قراءاتنا للأدب العربي مرات ممكن بنمرق، يعني بنقرأ قصائد ما بنعرف مين الشاعر، بقولوا مجهول الشاعر، مجهول. بالضبط. هلا أنت كمان أكدتي يمكن لأنه بيخافوا يعني يتعرضوا من المضايقة أو يتعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو بس بالضبط. أنا عرفت معلومة كثير حلوة، أنا عم بعمل البحث طبعا عن التراث اليمني، اللي هو أغلب الغناء اليمني هو غناء حب وغزل، مظبوط؟ صحيح صحيح، الأغاني الصنعانية بالذات. وفي عندنا صحيح. كمان اشعار، تخيل احنا في عندنا اشعار اسمها الزامل، احنا عندنا طبعا للشعر اهميه كبيره عندنا عند اليمن، لان طبيعه الشعب القبيليه يعني. وفي شعر اسمه الزامل، كان وقته تخيلي كان في الحروب، يطلع فقط للحروب، يخوف فيها الـ 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 العدو، عرفت كيف؟ لو عملت سيرش في اليوتيوب للشعر الزامل بتلاقيه يعني يخوف اكشلي. واو. وبس يعني تطور مع الزمن وصار يعني يعملوه بالافراح، تحالف بالمناسبات، يعني ما تجي قبيله تحالف قبيله يعملوا هذا الشعر. فهذا هو والصنعاني كان معروف بالغزل، يعني من صراحه الفن والتراث والفلكلور الصنعاني هو اكثر فلكلور ما اخذ حقه اعلاميا. جميل جدا، ولما تسمعه تعرف انه طابع يمني على طول، تقول هذا يمني. سبحان الله. لازم طيب. يعني نحكي الحقيقه مثل ما هي، من جامل فعلا، يعني بحس انه في هناك كميه من الظلم يتعرض لها الفن اليمني او التراث اليمني، كثير كثير عدم ابرازه بشكل يستحق انه يعني يظهر لكل العالم، العالم تعرف فيه اكثر. يعني احنا بنسمع مثلا بالتراث الخليجي او بالغناء الخليجي، واليمن لا تجزا من الخليج العربي، ولكن لماذا لا نسمع الكثير عن اليمن مثل ما واجب او نرى كثير؟ مشكله انه كمان في اغاني، يعني اغاني يمنيه
تسرق يعني يسرقوها ويكتبوا انها تراث خليجي مع احترامي يعني. وكمان مش كذا وبس يعني، حتى لما يجي حد يغني اغاني يمنيه يعني فيك في الكلور كثير تسمعي تفتكرين انه خليجي، ما يحطوا انه هو في الكلور او تراث يمني، يكتب هذه اغنيه من الفلكلور او اغنيه من التراث، ايش من تراث ما تعرفش. وهذا السبب يعني ما خللناش يعني تيجي تقول مثلا هذه اغنيه يمنيه اقول لك لا هذا فغناها محمد عبد، انا حاتنها ما اعرفش مين يعني. طبعا اليمن بشكل عام هي يعني كثير حكوا ناس انه هم اصل العرب، يعني مع انه الان دوله اليمن صغيره جغرافيا، ولكن اهل اليمن اصولهم يعني ممكن توصل لجميع العرب. وثقافة اليمن وحضارة اليمن آلاف السنين، يعني يمكن أنا بقول إنها قبل يمكن الحضارة الفرعونية، لأنه كانت المكان اللي عاشوا فيه هو من أفضل الأماكن، وخصبة والجبال للحماية، ويعني كل وسائط الحياة كانت سهلة موجودة في منطقة اليمن، البحر وهم انتشروا ونشروا الإسلام في الدول الآسيوية والدول العربية، لأنه كانوا يعني أولاً معروفين بالبزنس. يعني أنت الحين لما تسمع جغرافي لليمن، يعني هو مطل على البحر الأحمر، عرفتي الموقع الجغرافي موقع رائع جداً، وعلى أفريقيا يعني، فالتبادل التجاري والحضاري من اليمن يعني ولا أسهل من هيك، صح؟ مظبوط مظبوط. وشعب جميل جداً يعني، شعب مثقف دائماً يعني متعطش للثقافة، فهمت يعني وين ما تحط اليمني يزدهر، عرفت كيف يعني؟ مثل زي اللي بيقولوا الكاميليون، ياخذ ثقافه الغير يتأقلم واللغه يتأقلم باي مكان، حطيه في اي مكان بيتأقلم فيه. طيب احكي لنا عن هذا الفولكلور اليمني او التراث اليمني، اللي هو انا متوقع انه في عشرات الاختلافات، لانه اهل البدو والحضر والحضرموت والجبال. تفضلي. مظبوط. عندنا ألوان كثيرة، طبعاً بحاول أختصرها على قد ما أقدر. اللون بتكلم عن اللون الصنعاني زي ما قلت لك، لأن اللون الصنعاني حسيته هو يعني مظلوم إعلامياً. الأغاني الصنعانية جميلة جداً، لحاله مدرسة يعني، كلماته تدور دائماً حول الحب والغزل، وأغلب كلماته من مدرسة الشعر الحميني، اللي طبعا كلماته يعني ما تلتزمش بس بالقواعد العربية الفصحى، هي مزيج من اللغة الفصحى واللهجة المحلية. اللهجة المحلية صحيح. تمام. ومعروف الغناء الصنعاني بالبلبلة، اللي هي بلبلي بل بلبلي بلبلي بل أهلا بول، يعني مثل الدانة. تمام. فهذا بصنعاء. هل إنه زقفة معينة كمان مثل الدانة؟ مثل الدانة تعتبر يعني المرادف لها الدندنة. الدندنة دي موجودة في حضرموت وعدن ولحج وغيره، يعني من المناطق الجنوبية. تمام؟ وكمان في حاجة موجودة في صنعاء اللي هو آلة القنبوس. القنبوس هي عبارة عن العود اليمني. أيوة بالضبط، مثل العود اليمني صحيح، طويل عليه مثل الأرم، مصنوع من الخشب والنحاس، وفي 4 أوتار، لأنه الموسيقى اليمنية تلعب بس على 3 الأوتار في العود، عشان كده العود هذا اليمني القنبوس فيه بس 4 أوتار، العود فيه 5 usually right. أظن حيكون سهل علي يتعلمه. ويعني القنبوس كان فيه مثل المرايا في الركن، يعني في ركن الأرم تبعت العود. المرايا هذه غرضها يعني في له قصة يعني تضحك actually. كان لما يغني الفنان المرايا هذه كانت يعني هو ماسك العود كده ويدندن عليه، فالمرايا كانت في الركن، في ركن الوتر يعني، وكانت تواجه الناس اللي تتفرج على الفنان، فالناس تقدر تشوف بالمرايا مين جاي من بعيد. فلما كان على الأولياء واليزيدين زي ما قلت لكم، لأنه كان ممنوع وكانوا يقبضوا على الشعراء، وكان يشوفوا العسكر من بعيد فيقوموا يحذروا الفنان. فالفنان يقوم يخبي حقه العود هذا، يخبي بسرعة الآلة، وتقلب الجلسة كلها ابتهالات دينية. شوف كيف لك وهرب يعني عارف. كبسة كبسة. أيوة بالضبط.
وطبعا على مدى الزمن حاولوا يعلموا طبعا الثقافات، يعني حاولوا يعلموا الناس على العود اليمني هذا، ولكن للأسف شبه منقرض الحين لأنه في مشكلة في الثقافة الفنية. هل طغى العود يمكن أكثر من القنبوز؟ بالضبط. ويعني اليمن بشكل عام أصلا مشهور بالعود، يعني تحس إنه عطى نبرة أصيلة للفلكلور اليمني بشكل عام، تختلف فيه عن كل الفلكلورات العربية. تحس كذا طب بدك يعني بين العود تسمعينا، وبين المطرب حوار كذا وتجاذب روحي، يعني كأنك سمعينا العذب حاجة كده. منى. لازم يعني تسمعينا هلا، لازم تسمعينا الصوت الحلو العذب اللي عندك. الله يخليك. بغني موال صنعاني الأول. أوكي. جودي يس منى قبل ما تبدي، يس كل فولكلور تحكي لنا عنه بدك تغني أغنية منه عشان متحمس. عليك البلد. هذا من طيب خارج المقرر يا جماعة. بحاول إن شاء الله. هي يا 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 أنا صنعاني يا هلي لالي 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 صنعاني يا سيدي. ياي 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 ياو يا ياو أنا صنعاني ياو. مرات مرات من الشارع غبار سيدي أنا صنعاني ياو. ياي 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 ياو ياي ياو أنا صنعاني ياو. هذا موال صنعاني. يا أختي الله منى، يعني I'm getting goosebumps, I'm getting goosebumps. عرفت شو؟ قلبي. منى عرفت شو؟ الله أنا يخليك. أحكي لك شيء، أنا لأني دارسة صوت ودارسة فويس يعني وموسيقى، هحكي لك شغلة. صحيح يمكن أنت ما درستي تقنيات الغناء والموسيقى، لكن أؤكد لك تماما أنك محترفة الله طراز أول، يخليك حبيبي، ويشرفني أني أغني ديو معك. يا ريت يا ريت، يعني هذا الشرف لي طبعا، يعني المفروض اتعلم منك كمان، لان انا احاول صراحه اتعلم بالطريقه الصحيحه الان، يعني على الاقل المقامات، اتعلم اكثر عن التراث اليمني. تخيلي يعني انا صار عندي انتماء اكثر لما طلعت من اليمن. عشان نرجع نتعلم التراث يعني. الحنية الموجودة بصوتك حبيبي تحكي الحكاية كاملا الله يخليك. طبعا كاملة كاملة. طبعا يعني نسرين، انت انا اول مره بشوف فيها منى بتغني على الستيج كانت في ام كلثوميات، غنت مع الاوركسترا العربيه الكنديه، لهم كل الاحترام والتقدير من هذا المنبر. يعني انا بقول لك لو ام كلثوم شافتها كان راحت وقالت انا استقلت خلاص، ما في غناء بعد اليوم لان منى موجوده. والله ابدعت كل شرف لي يعني ابدعت صراحة. ليلتها والله ابدعت. تتذكري شو غنيت لأم كلثوم؟ غنيت كثير أغاني، كانت منها أغنية ذكريات، عودت عيني عليك، ألف ليلة وليلة، كانت أكثرها فنانة من سنباطي. قلت أيوة لك بالضبط. فنانة. الله يخليك معنا الكلمة الله أقصد. يخليك. ولعلمك يعني الأغاني كلها معظمها يعني ما كنتش أعرفها، يعني تعلمتها مع الأوركسترا، فدي كانت من الأشياء الجميلة اللي تعلمتها لما انضميت للأوركسترا. ما شاء رائع الله عليك. الله يخليك. طيب ال 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 اللون الثاني من ال، طبعا في ناس بتسلم عليك وكلاكما، ما حد بسلم علي أنا شيء. انا بس حابب اسالك في سؤال اجا، هل تابعتي حلقات سابقه على قناتنا بالفولكلور أيوة طبعا وشو رايك فيها؟ تابعت نسرين مرتين. اوكي. صوتها يعني انصدمت، I was like يعني في واحدة فوتو بالصوت الجميل هذا، ويعني ما شفتها، ما تعرفت عليها من قبل يعني. ف للأسف نسرين في دالاس مش في أوتوا، انتشرت يعني. انت في وين؟ في دالاس. Oh no way. في دالاس فاتكس. انا في كندا تخيلي يعني. ف لكن العالم الانترنت قرب القلوب Oh والناس my كلها على God. بعض يعني.
ما عادت المسافات مشكلة أبداً. لا عجبتني أهلا صراحة وسهلا، أهلا وسهلا فيك. برنامج رائع جدا، وتابعت كمان الحلقة المغربية اللي عملتوها، يعني فعلا حلوة جدا يعني. نحن بهمنا من برنامج من هالبرنامج القيم انه من خلال ضيوفنا انه نعرف كمان المتابعين على الفولكلور العربي بجماله، صحيح علشان زي ما انت حكيت نحفظه ونكون حراس لهذا التراث. أكيد. فهدى البني بتقول عم تحكي، عفوا دكتور جمال راح الكومنت من عندي بس مش مشكلة، لكن سوري. شكرا لكل اللي عم بيتابعوا، يعني ان شاء الله يا رب دائما نكون عند حسن ظنكم اكيد. بس قلنا نحن مش رح نعتق كل ليلة، لازم نضلنا نسمع من صوتك. ما تخلينا دكتور جمال، شو رايك نخفف الكلام ونخليهم يقوم بالباقي؟ لا هو والله. انا بس بدي اعمل اناونسمنت صغيره. طبعا تفضل. في معنا صديقتنا متابعه نور احرام نور اهرام أهرام احرام طبيعي. طبعا بتسلم عليكي، وهي مشتركه في مسابقه على الجولري، فاحنا بدنا ندعمها. انا هحط اللينك للمسابقه، بليز جو جاست ميك لايك اون ذا انستغرام، وبتكون بنكون مشكورين لكم لدعمكم للمسابقه ودعمكم لنور. انت شفت الديزاين حق الرنج اللي عملته؟ رهيب صراحه، It's amazing. يعني It's صحيحه بس بتستاهل لايك. I would totally buy it. Totally buy it. شفت اللينك على السريع. Yeah, it's very beautiful. حلو. هلا احنا بدنا الزخارف اللي في صوتك كمان. ايوه. طيب اقول لكم على النوع الثاني من التراث كمان. يلا. يعني في تراث ثاني طبعا، ومن التراث من الـ من الـ من الفنون المهمه طبعا في اليمن، كمان معانا الفن الحضرمي. وابرز شعرائه المعروفين عالميا يعني حسين المحضار وابو بكر سالم بلفقي، وهم هذول من وصل الفن اليمني ونشر تراث الاغنيه اليمنيه في الجزيره العربيه اكثر بكثير من الصنعاني، ووصل الى جنوب شرق اسيا. وكثير من الاغاني الخليجيه ماخوذه من فن المحضار وابو بكر. اوكي. والفن العدني كمان، واشهر مغنيين الفن العدني معنا الفنان محمد مرشد ناقي الله يرحمه، محمد سعد عبد الله، وفيصل علوي الله يرحمه. واغانيهم معروفه جدا يعني، في مش عارفه اختار لكم ايش بالضبط يعني، بس ممكن اقول لكم حاجه للمحضار معروفه كانت، احاول اتذكرها لحظه دقيقه بس. اذا بدك مساعده بساعدك. الله الله في الامانه، الله الله بالامانه، يوم من تكفي قلبي، الله الله بالامانه، كل امر سهل من دون الوداع، كيف انا بودعك بعد ما قد شاع لك حبي وذاع، والحشا مستودعك فيه لك اعلى ما كان، الله الله بالامانه، يوم من تكبي قلبي، الله الله بالامانه، الله الله بالامانه. الله الله. بتقول غني ابو بكر، سمعت شو قالت رؤى؟ شفتي شو كتبت رؤى على الشاشه عندي؟ حبيبتي غني ابو بكر الناس في الدنيا معادن. حفظتيها؟ لا مش فاكرة هذه صراحة، لكن تعرف أعرف كمان أغاني ثانية طبعا. في طبعا أغنية لأبو بكر كل الناس تعرفها العين، سر حبي فيك غامر، سر حبي ما انكشف، إيش اللي خلاني أعشق إيش والعشق كلف، إيش أوجعني بيشبكك وأنا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا صرت وتركت المكللك إذا ما فيك معروف. هذه الله. الآن رغب علامة ليتلي يعني وكتب في الكلور خليجي، يعني جاء كحلها عورها يعني. أنا عندي لك خبر، يعني في أغنية فلسطينية تغنت، فنان أخذها فنان تاني، أغنية فلسطينية مشهورة يعني فولكلور، أخذوها منطقة الفولكلور دولتنا، فيعني نحن
كلنا اخوه، مش رح نتخانق يعني، مش رح Oh my God, it's so على sad. حسابكم بدكم اياه فولكلور بلدكم على حسابكم، خلص ماشي. بس لكن اعطونا شويه كريدت انه نحن الاصل لينا. يعني اليوم كان في نحن بحديث، حطيت طبعا اللينك منى بتتذكري على صفحتي على اغنيه على العين مليتين، اللي طبعا اصلها عراقي، وطبعا نجحت مع التجار والناس اللي طبعا انتقلت الى بلاد الشام واصبحت من تراث بلاد الشام ايضا. فتفاجات انه ينسبونها الى التراث اليمني. ف تفاجات مش انا لانه ساعتنا هي بصراحة من يعني. العراقيه، لا لا خلاص أنا فقلت يعني حبيت نصحح يعني اكيد المعلومه، لانه أكيد طبعا بهمنا يكون معلومات صحيحه ودقيقه بالتاريخ الموسيقي. لكن بالنهايه نحن كلنا اخوه اشقاء عرب، يعني صحيح طبعا اللي بيفرحك بيفرحني اكيد يعني. أكيد اكيد طبعا صحيح، ولكن لأنه زي ما قلت لك إحنا إعلاميا مظلومين يعني، فعشان كذا نحب يعني نثقف الناس عن التراث اليمني، وحلو إنه واحد ياخذ الأغنية يغير فيها شوي، يحدث فيها شوية، مش مشكلة. لكن أذكر إنها يعني مقتبسة من قصيدة يمنية أو مأخوذة من تراث يمني. والله يا منى انت زلزال يهز ارواحنا بصوتك الحلو. أيوة تخليني. نعم الله نعم يخليك الله يخليك. انا بدي اعمل معك شير لهاي الاغنيه، بس هيك حبيبتي يعني الأغنية، شوفي بسيطه. هذه الأغنية كمان صادت فؤادي بالعيون، هذه واحدة من الأغنيات اللي ضاع فيها اسم الشاعر. ما تعرف اسم الشاعر؟ ما نعرف صحيح. ولكنها أغنية جميلة جدا صنعانية، شوف كيف يلعب العود وشوف الجمال العود رهيب، اللغة فيه، اللغة فيها كمان. العود رائع جدا. صادت فؤادي العيون الملاح وبالخدود الساهرات الصباح الصباح البلبلة. شفت البلبلة؟ الله عشانة الأجبان هيفا رضح بتغرب السلسال بين الأفاح الأفوح البلبل. هاي هي البلبلة اللي حكيتي عنها؟ مظبوط، اوه تسمعها كثير، تسمعها حتى في أغنية عملها محمد عبده زمان، طبعا هي أغنية يمنية كمان يعني معروفة من التراث، اللي هي اوكي جل من نفس الصباح، فيها طيب بلبلة برضو اللي هو غنينا جل. منها اي شيء؟ اوكي شير. يلا جل من نفس الصباح وبسط ظله المديد، ألهم القمري النياح يشتي الناس حالبعيد، وآه لو كان لي جناح كنت مثله عاد أزيد، ربت القرط والوشاح ولما الحال البديد، ربت القرط والوشاح ولما الحال البديد، قتلتني بلا سلاح ودعتني لها شهيد. بلبلي بل بلبلي بلبلي بل أهل بوال بلبلي بل أهل بال. هندندن معاكي يا يا عيني يا عيني. الله يخليك. بسألوكي وين ساكنة؟ في أوتوا. مظبوط. نعم بس هي راح نلففها ان شاء الله امريكا كلها بالعالم كله علشان انا اصلا بشتغل يعني around the world، يعني انا بدي في زياره هنا بس لانه مع الكورونا. انت خير ممثل. هلا قولي لي بالطياره، مضيفه الطيران بعدكم معي يا جماعه؟ سوري انا معي تليفوني عمل ساعه. انتوا بالطياره طبعا، هل تستشعرين، هل تشعرين انك وانتم متحلقين فوق السحاب انك تريدين ان تغني، ان تجودي انت وعلى الطائره بالسعاده؟ يعني ما
ما بتغني ما بتدندني انتو. شوفي بنغني وبندندن قبل ما يطلع الركاب، بعد ما يطلع الركاب ده موضوع ثاني خالص يعني، عارفه اللي هو خلاص الواحد مخنوق وعايز يروح. خليني احكي شيء، في سحر يلف المرأة اليمنية، سحر جمالي. هل بيسألوك من وين؟ يعني where are you تخيلي from؟ ما يعرفوش اليمن فين؟ يعني أنا مرة قلت لوحدة أنا من اليمن، قالت لي واو إذا رني أمازون؟ قلت لها طيب ماشي الحمد لله طيب أمازون. أخرتها كنا في الأمازون يا نهار أسود. وبعدين لا تعرف كيف يعني أتحمس يمكن كثير يعني، تخيل يمكن في اليمن يوصل هناك. ايوه كل وكل ما يجي حد يقول لي ما اعرفش فين اليمن و I'm not sure where it is، اتحمس كده ويطلع فيا يعني كلام. ابدا ادخل في التاريخ اقول لهم انتم ما تعرفوا the queen of sheba she's in the bible she's in the quran she's everywhere، وابدا اتكلم عن الكوفي وادخلهم بحوار يعني يخرج الواحد عارف الكوفي عارف the queen of sheba. هي اصل القهوه من اليمن صح؟ مضبوط الموكا المخا منطقه اسمها المخا كانت معروفه في لها لها اتس بورت. انا اشتغلت باريس فانا بعرف. يا يا فكان يصدر الاقود انواع يعني انواع القهوه من ميناء المخا، ومن هنا جت كلمه موكا. يعني لما تجي تعملي سيرش على كلمه موكا في ويكيبيديا وفي في جوجل بتشوف انها جايه من اليمن من البورت اسمه موكا. And it used to export the best kind of coffee. فأخذت البرازيل وأخذت كولومبيا وأخذت يعني دول ثانية وزرعته عندها. يعني إحنا في مثل يقول لك. وإحنا بدلنا الكوفي وجبنا القات. أيوه. كنت أسألك. إجا القات، إجا القات طبعاً من كينيا ومن إثيوبيا ومن أفريقيا، والشعب يشوف لك الدنيا حالتها صعبة يعني وتدهور فيه في الاقتصاد، فيعني ياخذ حرته في القات. شعب صعب هناك. شو بدك تغني لنا أكثر؟ شوفي ألوان شعر كمان، ألوان غناء. في أغنية من أمير من منطقة لحج كتبه زمان. أنا متأكدة أنكم تعرفوها، وهي يا منيتي. يا منيتي يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام ليه الجفا ليه تحرجني وانا احبك 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 يا سلام يترنم على البانا عشية قمري الرعود على غصن السلام يذكرني بحبابي يذكرني بصحابي وبكاني الغرام وأنا أحبك 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 يا سلام. الله يا منى الله، هالعرب محلاهم والحنية اللي بصوتي يعني موجودة بكثير من الأصوات. تسمعي أصوات كثير حلوة يا نسرين، يعني جميلة أنت صوتك رائع، يعني أتمنى أعمل معك دويت يا ريت. حبيبتي الصوت الحنون هو صوت خطير. الله يخليك، عارفة المعلومة. صوت نجاة الصغيرة كان صوت صغير جدا، لكن الحنية اللي موجودة فيه هي اللي خلت نجاة توصل لقلوب الناس. نفس الشيء عبد الحليم حافظ، يعني صوت مش كثير كبير يعني 2 ولا 3 أوكتاف، بس عنده ما يملك من الحنية بصوته اللي خلت البنات تذوب. والشباب كمان معاه يعني. خطير عن جد بحنيته يعني. أنا الوحيد صوتي مش حلو بينهم ترى يا صبايا، يعني ما عشان هيك مش عارف أغني، مش عارف أحكي. أنت جراح. أنت مجنون يعني. طبيب جراح. قلوب الناس تداوي. أنا جراحين صوت، أنت جراح. تتذكري وسام منى؟ بتتذكري وسام حلواني؟ طبعا بتذكر وسام. ايوه بقول لك وين من زمان عليكي. الله عليك يا وسام، ان شاء الله يكون طيب، واحب اسلم عليك يعني من خلال البرنامج. انا بوعدك منى من هالمنبر انه نكست تايم بيكون في اي مهرجان عربي انا كفنانه فلسطينيه لن اقبل الا ما يمثل كل بلد عربي بالتساوي، لانه كل فنان يستحق من كل الدول العربيه انه يبرز تراث بلده بابهى حله. وانت يا منى خير ممثل لليمن السعيد واليمن الحبيب.
الله يخليك، الله يخليك، يا ريت والله، يا ريت الجميع. منى، هل هناك من يلهمك في الغناء من التراث اليمني؟ هل هناك مغني أو شاعر أعطاك إلهام، جعلك تقلدي أو تشعري أنه أقرب لك؟ أبو بكر سالم برفقي طبعاً، لأنه أبو بكر يعني من حضرموت يعني، وتربيت على موسيقته كثير في البيت، عندنا كانوا يلعبوها، فيعني يعني it's home when you listen to it, it reminds you of home. ف بس حاليا يعني أنا أحاول يعني أتعلم التراث اليمني كله، عرفت كيف؟ لأنه في نوع من التشالنج مثلا باللون الصنعاني، يعني أحس أنه في يعني أغنية واحدة ممكن تأخذك شهر على بال ما تتعلمها زي الناس. يعني بالمقامات في كومبلكسيتي والنقلات بين المقامات بالضبط، وهذا الشيء بيعلم أكثر يعني، عرفت كيف؟ فيمرن صوتك أكثر. ولكن يعني أبو بكر برفقي له متابعة خاصة، وفيصل علوي كان يتلعب في كل الأعراس وكل المناسبات، ف يعني أغاني كانت معروفة، ولك I said it hits home يعني. الله عليك. طب شو بدك تسمعينا هلأ؟ مش رح نسمع منها الليلة لمنى. أنا مش حافظة كثير شيء، ما تخلصوش الأغاني كلها. منى منى، أنت ذكرتي الفنانة التونسية رحمة الله عليها ذكرى. ذكريات. شو بتحب تغني لذكرى دائما؟ شوفي ذكرى وانا صغيره كنت اقلدها، يعني اسمع اول مره سمعتها انا كمان والله سمعتها في الحلم العربي كمان، اغنيه الاسامي ايوه، فسمعتها في الحلم العربي لما كان مقطعها صغير، يعني كان نتمنى الحلم يكون ونضيع اي جنون، منصير الحق بيسطع ويقولوا عليه جنون، وكنت اسمع لها كل شيء يعني، كل بعد كذا مسكت حقها الالبومات اغنيه ورا اغنيه منها وحياتي عندك ان كان لي عندك خاطر ما تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. غني معايا. خدني معاك. خدني معاك من غير ما تفكر. خدني معاك. أنا مش ممكن أبدا حاضر على الأشواق. ما تسافر وحياتي عندك، وحياتي عندك. الله عليك. بديها للمرحوم ذكرى، على فكرة في ميزة بصوت ذكرى صعب جدا إنه توجد في أي صوت عربي، لكن أظن أنك استحضرتيها وبجدارة، ربي يرحمها يا رب. الله يرحمها، الله يرحمها. من أجمل الأصوات يعني. أنا بتذكر مرة حكوا صلاح الشرنوبي وقت تتعرف على ذكرى، قعد عندهم الجلسة للصبح للأربعة الصبح، لأنه لم يمل من صوت ذكرى، كان صوتها رائع جدا يعني. أنا هذا اليوم يعني أحفظ، يعني أحاول أدور على مقابلات لها، ودائما يعني أحفظها like I save it on my archive just to go back to it and listen to it again، لأنها صراحة إنك شمولية، إنك مش بس تراث يمني لكن أيضا ملمة بال لا 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 أنا بحاجة كله. تعرفي جدي الله يرحمه كان عنده أسطوانات لأم كلثوم، كنا نسمعها دائما يعني، أغاني أم كلثوم يعني كانت موجودة دائما في البيت، و مايكل جاكسون ولايك أغاني تراث مصرية وإسمهان يعني، كل شيء يعني. منى جدك كان يسمع مايكل جاكسون وام كلثوم؟ At first when they yeah when the Jackson 5 كانوا اول ما بديو يعني. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول ألحاني تمايل لها السمعين وترفرف
لهلا غصان النرجس مع الياسمين وتسافر لهالركبان طويل المراكب طاي شوي 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 غني وداعي. الله يا أنا أعتذر منى صراحة. حبيبتي طبعا لما غنت منى كان إلي شرف تقديمها على الستيج، فيعني I was very nervous لأنه أقدم هذا الصوت الجميل و I was very proud at the same time. يعني صراحة كيف أنا يمنية، how do you market yourself؟ هل لديك قناة على اليوتيوب أو فيسبوك؟ صراحة بصراحه يعني انا كثير فيري شاي، انا من هالناحيه ام فيري شاي. يا مي تو، انا معروفه جدا يعني بالاصول الفلسطينيه، ما عندي يوتيوب شانل، فاليوم بعدي بقول لازم نعمل يوتيوب شانل. لا فعلا هو نحن لازم نعمل يوتيوب شانل، لازم تعرف علينا، لانك انت يا منى عم بتمثلي بلدك اليمن، ولازم الناس كلها تعرف انه هناك صوت يمني رائع يستحق ان يحصل على الدعم والحب والاهتمام. الله يخليك الله يخليك. انا مشكلتي تعرفي اني ما تابعت كثير مع يعني مسيرتي الفنيه، يعني كنت دائما احب الفن بشكل انه هوايه عندي، عرفتي كيف؟ ف يعني I used to join so many different bands والاوركسترا، لكن كنت دائما اوقف، يعني ما كنتش اكمل، خصوصا بعد ما لقيت الشغل مع الطيران الكندي كان صعب لانه ما عنديش مكان معين اجلس فيه، يعني ما كانش في عندي ايام معينه اوف، عرفتي؟ يعني اشتغل اسبوع واوف اسبوع، وكل الجدول يتغير كل شهر، عرفتي؟ فما قدرش مثلا اعطي كلمه اقول انه مثلا بقدر اعمل هذا الشو، وما يعني ما احضر التدريبات، عرفتي كيف؟ عشان هيك طيب. لازم نعمل اليوتيوب شانل ولازم نستمتع بصوتك. الله يخليك. بدنا نستحضر رقصات، يعني انت مش هترقصينا اليوم الرقصة هاي. هاي رقصة البرع صح؟ صحيح. تعرف اشي عنها؟ انا اعرف انها قبائلية يعني، لكن انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفش كلام الاغاني اللي فيها، او ما اعرفش، شفتها طبعا بس ما اعرفش قصها كمان. نكته مشهوره ومعروفه بالشمال اليمن كمان. مزبوط. طبعا من هذا المنبر بوجه رساله شكر لاخونا وصديقنا الدكتور قيس. دكتور قيس قام على عمل زي فرقه صغيره من اليمنيين، وشاركوا في مهرجان اسمه مالتي كلتشرزم اوتوا، رقصوا هاي الرقصة كانت جميلة جدا جدا جدا. طبعا مش هاي الفيديو اللي مش عندي هداك، بس نفس نوع الرقصة، فكانت جميلة جدا. من هذا المنبر بنوجه له تحية، كان امبارح معنا بلقاء عن رمضان واليمن. خلينا نشوف شوية. يس.
طيب ما هي حكاية الخنجر يا منى؟ الخنجر هذا يعني من اللبس اليمني طبعا. يب. يعني طبعا للرجال. للرجال طبعا of course. اوكي. Exactly. اكثر من يعني اكثر من المناطق الشماليه كمان لانها قبائليه يعني زي ما قلت لك. طيب اللبس اللي انت لابساه هذا yes. هل هذا يمني صحيح؟ مش يمني. لا مش يمني بس شبه يمني. اليمنيين اكثر شيء معروفين بالفضه يعني في معانا مثل انا بوريك مثلا هو طبعا مش يمني 100% بس راح تاخذوا فكره زي كذا الفضه يلبسوها في كذا يعني او يحطوها أوكي. على على الراس يعني على الشعر ويغطوها يغطوا الشعر طبعا تكون فوقها شيله او تحتها واللبس يختلف يعني من كل منطقه لمنطقه تروح في لبس مختلف تماما في الدرع في عدن في الجلابيه موجوده في صنعاء بس اكثر شيء طبعا الفضه كل ما يجي حد لليمن الا ما يطلع معاه فضه مع الخرز تطريز موجود عندنا لازم نوصي من اليمن لازم بس تتحسن الاحوال ان شاء الله اكيد كلنا بنروح نتوصي من اليمن وندعم شعب اليمن لانه بما انه يشتهر بالفضه لازم نحن بدل ما نروح نشتري فضه من اماكن ثانيه ندعم شعب اليمن نشتري جميل فضه جدا يعني if you look it up you'll see of course طيب منى عادي الصمادي بتذكريه؟ يس طلب منك لابو بكر سالم هل تفشلي ولا لا؟ لا طبعاً. طيب يلا. لأبو بكر سالم. خليني أفتكر الأغنية وبرجع له. ممتاز. When you put me under this scope, it's kind of hard to pick one. الدكتور قيس بيحكي عن البرع هي رقصة يمنية قديمة جداً يقال أنها كانت رقصة الحرب. صحيح. وأصبحت ولا زالت تؤدى في مختلف المناسبات مثل الأفراح والأعياد. شكراً يا دكتور قيس. أنا بدي أدعي كل الجالية اليمنية أينما كانت يعني في أمريكا الشمالية أو أينما كانت في هذا العالم أن يعلموا أطفالهم تراثهم والرقصات الجميلة هذه أن يتناقلوها عبر الأجيال لأنها فعلاً حرام حرام أنها تموت لأنه يعني هلأ شفت الأطفال اللي عم بيرقصوا الرقصة هاي يعني حسيت قديش هم مبسوطين بتراثهم مبسوطين بحضارتهم العريقة مزبوط. فلازم يحملوا هالأمانة الغالية ويورثوها للأجيال القادمة وأنا حأكون يعني حتى أنا كفلسطينية حأكون من أول الداعمين وأول الناس اللي حيكونوا من أول المشجعين لأنه أنا بس أشوف طفل يمني عم بيرقص الرقصات اليمنية بحس كأنه طفل فلسطيني عم بيرقص ليش؟ لأنه هو الهدف واحد هو حفظ وحراسة تراثنا إلى الأجيال القادمة صحيح طيب بعدين اليمن زي ما حكينا آلاف السنوات يعني أنا أتوقع سيدنا آدم يمكن نزل في اليمن يعني ما شاء الله بدأت الحضارات من اليمن يعني صحيح ومش بس هيك يا دكتور جمال النبي محمد عليه الصلاة والسلام كفن الكفن كان صناعة يمنية صنع في اليمن صحيح. يعني مشهورة كانت ولا زالت اليمن بي والكعبة طبعا أول ما كسر الكعبة طبعا كان يمني طبعا يا كسوة الكعبة كانت أول من سواها اليمنيين فعلا بدأت الأسئلة تهل عليكي. طيب خلينا نرد على السؤال الأخير. ما أكثر شيء أو عادة تحبيها بالثقافة اليمنية وأكثر شيء تكرهينه؟ أكثر شيء أكرهه أكيد هو القات. من غير second thoughts يعني. لأنه خرب أجيال وأجيال. لكن أكثر شيء أحبه في حاجات كثيرة. الموسيقى، اللبس، الجلسات اليمنية، الكلام اليمني حلو جميل جدا الأكلات طبعا ففي حاجات كثيرة ما أقدرش أحدد لك بس حاجة واحدة طبعا لا طيب في ام بي يحيى بتقول لك كيف نضيفك على الفيسبوك عندي ودنا نتعرف عليك معك مريم بن يحيى حتتواصل معك منى بعدين لا أبو بكر سالم أبو بكر سالم ماشي هاي سلام جميل يا نسرين شكرا يا هدى مرات علينا ليالي من ليالي الصفا وأيامي ما تنتسي
مني عليها سلام سلام يا أحباب قلبي يا أهيل الربا وحقكم إن عيني ساهرة ما يجيها الملام مرات علينا ليالي من ليالي الصفا وأيامي ما تنتسي مني عليها سلام. الله الله الله. دكتور قيس بقول لك الخنجر أو الجنبة الجنبية هي جزء من الرداء التقليدي اليمني تصنع من قرون الحيوانات خاصة وحيد القرن، والجنبية معروفة في جنوب الجزيرة بما في ذلك عمان والسعودية. صحيح. مشكور معلومة حلوة. أنا يعني ممكن نستفيد. أنا يعني زي ما قلت تعليمي بسيط. ما تقول ما تنوعن ما علينا يا حبيبي. كمان. ما علينا يا حبيبي. يلا. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس عن حنا بدينا ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا بدينا لو يقولوا عننا مهما يقولوا لو يقولوا عننا مهما يقولوا ما علينا عاد نحن اللي بدينا. أنا مش حافظة كثير كلمات يمكن يعني كلمة شوية ضاعت مني لكن أعتذر منكم. الدكتور مخلص بقول لك قمرين وجمال كثير كثير هيك علينا يا كنار يا عيني هذا شو بقول لك أكيد على الجمهور من هالقناة الحلوة اللي إن شاء الله يا ربي رح توعدكم ببرامج منوعة أكثر وأكثر، ونتمنى منكم دائما تدعمونا لأنه إحنا ضلنا نقدم لكم quality programming، يعني مش بس إنه إحنا نعمل البروجرام وبس، لا إحنا بدنا النوعية والنوعية الهادفة. علي بسألك، هل كان لعائلتك دور في تنمية موهبتك؟ طبعا، يعني التشجيع كله كان يجي من العيلة بصراحة، و يعني أمي الله يحفظها كان دائما تقول لي يعني ركزي في التراث وفي الأغاني الوطنية، أكثر شيء كنت تركيزي في الأغاني الوطنية، ولذلك انتميت I joined فرقة بلدنا للتراث الفلسطيني لما كنت في الجامعة في الأول، لأني كنت أحب جدا الأغاني الوطنية، وكانت هذه من بداياتي طبعا في كندا. يعني بداية فلسطينية كانت ها؟ من بلدك فلسطين يعني يعني من هذا المنبر بنوجه رسالة وتحية لوالدة منى وبنقول لها كل عام وهي بخير هابي ماذرز داي وإن شاء الله بصحة وعافية وتضلها تاج فوق راس منى وتعزمنا نروح عندهم على الدار ناكل with social distancing. إلك إلك أمك إحنا إنا الأكل. إن شاء الله يعني لربت امرأة بهذا الجمال كما لابد أن تكون يعني أجمل الأمهات. الله يخليك الله يخليك أحرجتوني. لسه ما خلصنا منك يا منى بعدك أم جريل. احكي لنا عن حفلاتك يا منى، ايش شو سويتي حفلات؟ انا بعرف انك سويتي مع الارب اوركسترا سمثينج. صحيح، انا اولا زي ما قلت لك اي جويند كانت فرقه بلدنا، وبعدين كان في فرقه لبنانيه بسيطه يعني كانت في اوتاوا، وكان كله مع الجامعه يعني، وفي فرقه ثانيه كمان كان اسمها فرقه ماذا، كنا بنغني فيها اغاني انجليزيه فرنسيه عربيه برتغيز، يعني كل انواع كل الوان. وبعدين قدمت للأوركسترا الكندية العربية، كانوا بيحاولوا كانوا بي بي يعني بيدوروا على فنانين، فقدمت أتذكر تواصلت مع وفاء الأستاذ وفاء الزغل، بعثت له بالفيسبوك أتذكر قلت له يعني أنا بصراحة very interested to join ف let me know if you're looking for singers، فقال لي أيوة بعتي لي أغنية من غير أي آلات موسيقية وسمعينا صوتك. كنت وقتها شغالة لسه في الملحقية السعودية معي
نزلت على طول في البريك في السيارة وقعدت أسجل له يعني لأم كلثوم، وقال لي تعالي جوين اس، ورحت قابلتهم في ميسيساغا ترونو. And I not only did I join and I learned so much music, I gained so many friends and a new family. I got a new family. كثير بحبهم يعني، علاقتي معهم كثير طيبة وبعزهم كثير، بوجه لهم ألف تحية وسلام. عملنا الفيروز يعني حفلة الفيروز، وعملنا حفلة لأم كلثوم، وتمرنت معهم لحفلة القدود آخر حفلة عملوها، ولكن لأني لقيت الشغل على وقتها كنت مشغولة في الشغل الجديد، فما لقيتش فرصة يعني أقدم معهم الحفلات هذه. هم بنحبوا صراحة، هاي وفا معنا كمان عشان أصلح الكلمة. وفا معنا بقول لك أطيب التحيات مني من أبو حميد وصديقنا الدكتور محمد جمال الشريف. شكرا يا وفا. شكرا وفا. يعني الأوركسترا كلها سامعاك اليوم. دكتور، أنا من هالمنبر كمان بدي أوجه يعني برضو كمان دعوة. أنا معلش أنا دايركت دغري، أرجوكم أعطوا الفرصة للفنانات العربيات، هناك زحمة على الساحة الفنية لدرجة أنه يعني وصلت لمرحلة أنه الفنانة العربية التي ملتزمة يعني الملتزمة أصبحت يعني تعاني من قلة الفرص. من هالمنظر أنا بدي أدعو أنه أرجوكم ليكوا هالفنانة اليمنية الرائعة أجمل صوتها، يعني والله صوتك ينافس يعني أشهر الأصوات اللي هلأ على الساحة الفنية، وتمتلكين القدرات يعني، بس يعني بقول حظ، مش بس حظ، المفروض نحن كمان نكون يعني عندنا مسؤولية أكبر تجاه بعضنا، ندعم بعضنا أكثر. فأنا هاي كانت رسالتي اللي بحب أوجهها من المنبر. يعني حرام والله يا منى، حابين نشوفك عنا بتكساس وفي امريكا وقبل اكيد اللي عرفت مكانك الان، بس يرجع الطيران حتلاقيني خبط عليك الباب. المعلومة عن الجاليه اليمنيه انه دائما بيحبوا بعضهم كثير كثير وبيساعدوا بعضهم كثير كثير، فعشان هيك انا متاكده انه وين ما رحتي يا منى حتلاقي جيش جاي يحضرك. يا منى صراحه روحها حلوه وبتنحب، دائما معطاءة، دائما بتقدم يعني زي أهل اليمن كلهم، يعني أنا مش هنحكي عن واحد ولا اثنين. طبعا أنا بشد على أياديكم وبحكي إنه الفن الملتزم أو الفن الرائع الراقي لازم يدعم بشكل عام، حتى لو من فنان زيي يعني مش مشكلة. بمزح طبعا. في ناس بقولوا لك غني مقدر والنبي أودعك منى بليز. مين؟ مقدر والنبي. مقدر والنبي ودعك، خدني يا حبيبي معك. مقدر والنبي ودعك، خدني يا حبيبي معك. متلذل أنا بتبعك، متلذل أنا بتبعك. مش فاكر الأغنية. حتى لو طلعت القمر يا روحي بلاش السفر، حتى لو طلعت القمر يا روحي بلاش السفر. دكتور مخلص كان عم بيقول انه الفرصة تنزع انتزاع كثير، يعني عرفتي دائما احفظ مقاطع بسيطه للاغاني اكتبها دائما، يعني تلاقيني ماشيه انا ورق حقي دائما. دكتور مخلص بيقول الفرصه لا تعطى، الفرصه تنتزع انتزاع، هو فعلا، ولكن بنفس الوقت يعني احيانا للاسف بيكون يعني في مهرجانات معينه او حفلات معينه بتحس حتى لو رحت تحكيهم انه انا حاب اشارك، لو انت مش مينستريم ارتست او انت معروف او انت بتجيب جمهور ما حيعطوك الفرصه، عرفت علي؟ ولكن علشان هيك نحن يا منى بنضلنا مركزين ومصممين باصرار، لانه الفنان حتى اشهر الفنانين تعرضوا للريجكشن للرفض، لكن هذا الشيء بزيدنا اصرار اكثر انه نتابع المسيره بجد بكد وجد. يعني فانت تابع يا منى، انت تمتلكين يعني تمتلكي كل شيء بحاجه له الفنان، الصوت والحضور والروح
وكله يعني وعديني يا منى. الحين فاضيين يعني، صوتك اللي هو مكحول غفل علينا الحين، لازم نركز في هذه المسألة لأنه ما في مورانا حاجة. أول طبعا. شيء الواحد انشغل بالحياة يعني، انا ولكن سأل عن الاكل اليمني على فكره، انا شفت أول سؤال أنت لسه امبارح كنت تحكي عن الأكل اليمني. في سؤال لك عن اكثر طبخه ترى. زربيان. اوه سامع يعني. شوف كثير 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 طبخات اليمنية، في كثير أنواع بحبه، الزربيان، المخبازة، في رمضان الشوربة والعتر والعصيد طبعا موجود معنا، يعني كل الأكلات اليمنية حلوة، بس أكثر مفضلة عندي الزربيان، يا الله يا الله زربيان اللحم يعني، هو قريب طبعا والصيادية. أمي تعرف جالسة طبعا تمليني الحين، جالسة هناك تمليني على الكلام. طبعا. وفاء قلنا بمناسبة الحديث عن المطربات العربيات، سيكون يوم الجمعة لقاء يتجدد على صفحة الأوركسترا الكندية العربية مع الصديقة الفنانة نور خضر، فبنتمنى تمام منكم تتابعوها. أي ساعة يا وفاء؟ بس لو تحط لنا الساعة عشان نعلن عنها، وإن شاء الله لازم جمهور. اشارك معاكم، انا اجي اشارك معاكم بالاوركسترا الكندية. لازم اكيد طبعا. ترى والله أنا بقول لك بتهمني. الأوركسترا العربية الكندية من يعني من عائلة، يعني مش أنت مش رايحة تحكي مع موسيقيين، مع عائلتك، لا خالص، فهم مضبوط كلامه. فعلا يعني يدخلوا القلب وبنحبوا ومنلهم سلام، لأنهم فعلا ألف أنعشوا تحية لكم، الغناء. أكيد. وشكرا أنا على أول ما جهودكم فعلا قابلتهم حسيت إني أعرفهم من سنين، يعني من أول يوم حسيت كأني مع ناس أعرفهم لي فترة، يعني دون عائلتي يعني، عرفت كيف؟ على فكرة هذا هو ما يشكل الفرق بين الفرقة يعني الأوركسترا الناجحة والأوركسترا اللي ما بتنجح. ليش؟ لأنه هي الروح اللي تربط كل أعضائها ببعض، من يعني الكرة للموسيقيين للكوندكتور. لما يكون في هذا الكيمستري بيناتهم وروح التواصل، هذا الشيء بيؤدي لنجاح الحفل والعمل. مظبوط، أكيد أكيد. طيب في ابن خالتك بقول لك سالمة يا سلامة. شوف هذا وين راح سلمى. سلمى يا سلمى. يا سلمى يا سلمى، هي دي سلمى يا سلمى. انت ما ادري هي سالمة يا سلامة. طب أغني حاجة لليمن. طيب ضبي اليمن، يلا تفضلي. يلا وكر. يا ليلى دانا، يا لدانا دان، يا يا ليلى عيني دانا، داني دانا ودان، داني ودانا لدان، لما يغيب القمر والعقل يبقى مربوش، تسأل عليه العيون لي فوقها منقوش، قال السحاب بسا من أمس ما شفتوش، شل النجوم واختفى وجه السما مربوش، لفتش مغطى وانا أغطي على مفتوش، يا ليلى دانا لدان، يا ليلى دانا يا دان، يا ليلى دانا دان دانا ودان، يا ليلى دانا دان دان اللي دان، دان دان اللي دان. يا الله، يا داني أحلى دانا دانا، الله. يا أحلى دانا. طبعا الدانا هي اللؤلؤة التي هي في وسط العقد، اللي ما بيعرف شو معناه الدانا هلا بيعرف. فأنت أجمل دانا يا منى فعلا، والله زي بسمتك العسل. الحلو. شكرا شكرا. هذا من الهند. ما بعرف، انت حكتي لي انك حافظه شويه اغاني لأم كلثوم اللي هي زي موشحات دينيه او إشي، بدنا نسمع منك برضه. طيب، لأم كلثوم. او حتى يمني، اذا عندك موشح يمني ديني تفضلي. طيب. الله 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 الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله، ربي فاجعل مجتمعنا في نماء وسلام،
وزد الأوطان أمنان وأدمها في وئامي. الله 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 الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. الله يتقبل منه ومنك. الله يخليك. أمين. طبعا وفا بطلب منك طلب خاص. أيوة. مقطع حيرتي قلبي. Oh my God. سهل الصبح اليوم يا دكتور جمال. يا عمي الطلبات مش عم تخلص. ايش انا الاسئله تبعتنا ما خلصتهاش يا جماعه. محضريننا هيك اسئله احنا ولا سالنا شيء منها. طيب بسال الاسئله وبعدين بنغني. خلص لا لا يلا تفضل. لا جمهورنا اهم. جمهورنا اهم. ايوه والله. حيرت قلبي معك. طيب كيف كانت بدايتها لو بتساعديني نسرين؟ معك غنيتها أنا صراحة. صراحة افرح يا قلبي بغني لك افرح يا قلبي. حافظة افرح. نعمل أغنية. ممكن نعمل أغنية ثانية لا لا أم كلثوم. ألف ليلة وليلة. أرجوني يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجوم وقمر قمر وسهر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا تنتن كلنا كلنا في الحب سوا. يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل. يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد سنة مش قبل السنة دي ليلة حب حلوة في ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر غير ليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. أنا عائلتي طلعت يمكن راح يجيبوا كنافة. الله الله عليك يا منى. الله الله يا منى. أنا يمكن حضرت أكثر للأغاني اليمنية ونسيت كل اللي سويته. طبعا في لك سؤال من أما بتقول لك هل كل لك حفلات لوحدك ولا كلها مع أوركسترا وجروب؟ زمان يعني كنت بسوي. أنا لي يمكن 6 سنين ما أسويش حفلات الحين. لكن آخر حفلة كانت مع الأوركسترا وقبل كنا كذا كانت يعني أكابيلا. كنت دائما أشترك في حفلات نسائية فقط مثلا أو تكون للدينية فقط. فهمت عليها؟ فكنت دائما أو لو في مثلا فاندريزينج بطلع بغني لوحدي. كنت دائما أغني أغاني تراث وأغاني وطنية. اوكي طيب في لك شيء على القدود؟ بتعرفي قدود حلبيه؟ مش كتير والله يعني. مش كتير. نسرين. هذا اختصاص نسرين. لكن انا صراحه انا كنا حابين نعطي the most of your platform لك يا منى لانه صح. يعني مش دائما مش كل يوم بنلاقي فنانه يمنيه بهالرقي والحلبه.
فبحس انه هذه هي الفرصه الذهبيه انه نمتع الجمهور بصوتك. الله انا ممكن يخليك. اعمل لكم قدود افري داي افري داي كل مقابله، لكن انا بحب الجمهور نعطيكي حقك بما تستحقين طبعا، اكيد صح، الله يخليك، يفرض نفسه طبعا اكيد. الله يخليك. مطلوب لذكرى ثاني ثاني وثالث. الجمهور شكله بقول لك للصبح. الأسامي، شو رأيك نغني الأسامي؟ والله بصراحة مش فاكرة الأسامي الكلمات، لكن لو غنيتي أنا بغني معاك يعني. طيب يلا. ترى الأسامي الأسامي والقلوب اتغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان اتبعثرت واللي واللي كان راح من عمري راح راح واللي راح راح من عمري راح راح واللي راح من عمري راح 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 ملينا الرجوع ترتر خدامنا الشوق وراح راح راح ولا حتجيبوا الدموع ما القلوب تغيرت والأسامي هي هي. بس انت صوتك يعني عن جد بتستحضر الذكرى بطريقه بتخليني احس انه يعني بدي اعيط. الله طبعا يرحمها كلها ذكريات. الله يرحمها الفنانه والله يرحم الجميع. في سؤال طبعا احمد فتحي، اغنيه لاحمد فتحي، عارف عندك اشي؟ هذا من صاحبيتك يعني مش مني، انا ماليش خص في الموضوع يعني. انا أحمد فتحي ما بفضلوش صراحة كثير، ولكن يعني أسمع له يعني. طيب لو افتكرتها عادي أغنيها، معلش. عادي عادي، بقول لك بدنا أغنية وطنية يمنية. بغني أغنية وطنية لأم كلثوم لو القصة. يلا أنا حأرجعكم سامعة، لكن حأرجع لكم. ماشي. يلا مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بني الحمى والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا، نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا من عمرنا وجهدنا، عيش كراما تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزات في الأمم، أحبها في ظلها الظليل بين البروج الخضر والنخيل. الله الله الله، يعني كل الجمهور حبك، مش بس انت بتحبي مصر، كل الجمهور حبك. الله يخليك، شكرا طب شكرا. شو عندك اشي يمني كمان؟ يمني بدنا نسمع. يمني في خطر خاطر غصن الجنة، انا اعتقد سمعتوها هذه كمان من قبل، صح ولا لا؟ لا. يلا. خاطر غصن الجنة، خاطر غصن الجنة، وارد على الما نزل وادي بنا، ومر من جنبي ومر من جنبي، وبأشفى نهرنا وبأشفى نهرنا، نحوي وصواب سهامه وعتنا، قصاد قلبي قصاد قلبي، أنا يا بويا أنا، أنا يا بويا أنا، أمان يا نازل الوادي أمان،
أنا يا بوي أنا، أنا يا بوي أنا، لما تكسى لما، لما تكسى لما، وتهجر بسر حبيبك مرحمة، هايم بحبك، هايم بحبك، جمالك تيما، أنا جمالك تيما، وطول بعدك وجهك سمسمة، ما شاد قلبك، ما شاد قلبك، أنا يا بوي أنا، أنا يا بوي أنا. يسلم صوتك يا منى. الله يخليك. أنا كنت حابة أسأل سؤال ولو إنه شوي هيك يعني إذا في إحراج لا أكيد بليز قولي لي يعني ونعمل سكيب عنه، لكن نحن نعرف إنه المجتمع اليمني مجتمع محافظ جدا. صحيح. يعني أنا من مجتمع فلسطيني وكنت أول طلعت يعني شوي العيلة عندنا عائلة نحن عائلة بابا شوي فيري هيك يعني تراديشنال يعني صحيح تقليديين. مثل عائلة أبوي نفس الشيء طبعا يعني. يعني هل تتعرض منى لازالت لهيك شوي للمضايقات او بتشعر انه في ناس يعني بعد بحسوا انه يعني هذا مش لا يليق بمنى ولازم منى مثلا ما تفوت في هذا المجال؟ هل تتعرضي لهالنوع من المضايقات او بتحسي الناس هلا متقبله الموضوع اكثر من قبل؟ لا هو صراحة ما بقولش إنه يعني مضايقة طبعا، بس في اللي هي الله يهديك يعني المرأة صوتها عورة طبعا، سمعتها دي أكثر من مرة، لأنه أيام الفترة الزمان يعني كنت لما كنت أغني كنت محجبة وقتها، فبس لو تشي الصراحة يعني ما سمعتهاش كثير يعني، الأقلية جدا يعني، ما كنت أسمعها بشكل إنه كان مؤذي يعني، عرفتي كيف؟ لو بتطلبي هلا طلب مثلا من انا بعرف هلا الوضع باليمن لا يعني كان شوي صعب ولا يسمح، لكن ان شاء الله الله يرد السلام والامان لبلدنا جميعا، يعني آمين يا رب. شو بتطلبي من حكومة بلدك انت كفنانة يمنية؟ شو بتتمنى؟ أولا يعني أحب أذكر يعني بس دور المرأة في الحضارة اليمنية، هذا يعني بوصل للفن بعدها، ولكن كان لها دور قوي يعني، الآن في تحسينا مع التدين التشدد يعني اللي صاير في البلد، مانعين، مش مانعين بس يعني ما في تشجيع للمرأة أنها تقدم أي نوع من أنواع الفن، لكن أنا أحب أقول أنه الفن راقي، اللي عندنا فن راقي جدا، وفي تراث وفي نقل للقصص التراث والتاريخ، ولقينا يعني دالحين يقول لك في زي ما يقولوا لحظة، كانت في قصص كثيرة وحكايات شعبية حول النساء اليمنيات، كان لهم دور كبير على مستوى التاريخ، مش بس على التاريخ السياسي يعني، مش بس كانوا مثلا مثل الملكة بلقيس وأروى وكذا، لا بل كان على المستوى الثقافة الشعبية اليمنية والعربية، وساهمت المرأة اليمنية كثير بالحفاظ على كثير عدد كبير من عناصر الثقافة الشعبية كالعادات والتقاليد والأزياء والحلي والأغاني والرقصات الشعبية والحرف، يعني عثرت حتى البعثات الأثرية في اليمن على لوحات من الرخام كانت منحوت فيها أشكال لنساء يعزفوا على آلات موسيقية وترية، يعني من خلال الفن تقدر تتكلم على التراث، الأيام هذه الموسيقى اللي ماشية يعني يتعلم منها الشخص، أنت عايش في عصر اللي هو فيديو كليبات وسوشيال ميديا وكل هذا الكلام، فمهم جدا انه نحافظ على فننا، ويعني نحاول نعلمه كثير ونشجعه، عشان هي يعني هويتنا، عرفت كيف؟ ويعلم ويثقف كثير عن فننا الجميل، هو مهم خلص جدا. رح نقول لك يا منى سفيرة التراث اليمني في المهجر. الله يخليك، الله يخليك. منى في لك مفاجأة معنا. مين؟ في واحد بده يعمل مداخلة صوتية. اوكي. تفضل. الو؟ 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 طيب انا 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 هتصل فيه، هو اتصل فينا وبده يسلم عليكي ومصر. ها الو؟ الو
تفضل معك انت لايف. مساء الخير حكيم. اهلا وسهلا فيك. سامعة؟ احنا سامعينك سامعينك. انا سامعك حكيم. مساء الخير. مساء الخير للجميع. اوفا. طبعا معنا وفاء زغل، هو رئيس او احد الكوفاوندر للعرب كنديان عرب اوركسترا. نتشرف بوجوده معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك يا وفاء. الله يسعد اوقاتك حكيم. شكرا للمبادره الحلوه واللقاء الجميل. احنا كثير يعني مبسوطين نشوفكم وسعيدين جدا انه نشوف إطلالة منى عبر هالبرنامج الحلو. كثير اشتقنا لها كثير كثير كثير. وأنا كمان والله أكثر. لحالي يا منى موجودة هون معي نور اللي حابة تمسي عليكي، ومعي لميس كمان. أوه ماي جاد. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. وحشتوني. عن جد يا الله زمان كمان على صوتك، يعني عن جد رجعتينا لوين؟ آه. أيام العز. شوفتك عن جد وكثير اشتقنا لك واشتقنا لصوتك كثير. وانا اشتقت لكم اكثر بكثير والله العظيم، يعني نفسي اشوفكم والله. سامعيني منيح؟ سامعيك كثير منيح. اوكي تمام. وهي لميس كمان تحب تسلم عليك. هاي منى. اهلين لميس، كل عام وانتم بخير صحه وسلامه وهابي ماذرز داي. كثير رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله. بهالوضع الغريب اللي هو احنا فيه، بس نتمنى نشوفك كمان مره. يا رب يا رب، بس يعني افتك الحظر حنفشر. والاخت نسرين كمان. شكرا لك حبيبتي، شكرا لكم على خير. Very soon. يا رب. يلا. يعني. ان شاء الله. شكرا يا لميس، شكرا لكم كثير. حكيم يعني اقول انه منى من يعني من اهم الاصوات اللي مرت على الاوركسترا الكنديه العربيه، ولحد الان بيجي طلبات من الجمهور اللي يستمتع في عروضها انه ترجع وتشارك معنا. يعني حرام يا منى. انا يا منى شو قلت لك؟ مع الطيران الكندي محظورين محظورين اكيد على الخطوط الكنديه، بس يعني شو بدنا نعمل؟ راجعين ان شاء الله. راجعين ان شاء الله. يعني تكوني سعيده ومبسوطه ونتمنى نشوفك قريبا. والاوركسترا يعني كان لها الفخر انه استضافت صوت جميل مثل التراث والموسيقى اليمنيه في كندا وعبر يعني المسارح الكنديه من خلال مشاركاتك معنا. سعيدين جدا انه كنت معنا وكانت لك بصمه رائعه في تاريخ الاوركسترا الكنديه العربيه. ان شاء الله يا ربي الايام ترجع يا رب لك مره ثانيه على المسرح. دكتور ما راح اطول عليكم، شكرا جزيلا لهاللقاء الشيق والله يعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيك، واحنا بدنا منك وعد بحلقه خاصه عن الاوركسترا، لانه انتم بتقوموا بجهد يعني نفتخر به جميعا، ونفتخر بكل العروض اللي بتسووها. أنا حضرت لكم أكثر من عرض، فعلا كلها إبداع فني، فبدنا منكم يوم إن شاء الله نطلع مع بعض تحكونا عن الأوركسترا وتاريخها. نحن جاهزين تحت أمرك حكيم، وفي أي وقت شرفنا وبيسعدنا أنه نتواصل مع الجمهور الكريم، وإن شاء الله بكون لقاءنا قريبا إن شاء الله رب العالمين. شكرا لكم. سلام. سلام عليكم. شايفة يا منى، صوتك بترك أثر على الجمهور بعد سنوات، فما بالك بسحورنا اليوم وإحنا بنفكر بال 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 بالشعب اليمني والتراث اليمني والفولكلور اليمني. شايفة يا منى الصوت الحلو شو بيعمل بالإنسان، حتى لما بيبطل يغني بضلك تسمعيه، بضل حتى بالصمت بضلك بالسكون بضلك انا حاسه اليوم انه بعد ما نخلص اللقاء انه حضل اسمع صدى صوتك. الله يخليك والله انت زي العسل يا نسرين. شكرا لكم. الله يخليك بصراحه يعني رفعت لي معنوياتي. منى بدنا يعني احنا مش حابين نحكي هاي الكلمه، بس لكل بدايه النهايه
فبدنا نختم بأغنية أنت تختاريها لجمهورنا الكريم. لإلك الخيار. في ناس كثير عم تطلب. It's very hard to It's very hard to pick صراحة بس. بغني لأسمهان، خلينا أي شيء different. طيب. ليالي الأنس في فيينا نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو لقورنا سمع الطير بكى وغنى، ما بين رنين الكاس ورنت الألحان أدي الأوان مياس تعاطف الأغصان، تم النعيم للروح والعين. الله. تم النعيم للروح والعين، ما تخلي قلبك 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 يتنى. الله 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 يخليك، يعني قمة الإبداع، قمة الإبداع. لا يمل أبدا من لا يمل، لا يمل. الله يخليك. منى، آخر كلمة بتوجيها لجمهورنا العزيز. آخر جملة أحب أقول، الله الله بالتراث، أحفظ التراث، علموا التراث، حفظوا التراث، عشان ما أبدا نوصل لمرحلة إنه نكون stripped out of our history وحضارتنا، وما نحب نعيش ان احنا غرايب كذا ومن غير اي حضاره. فعلموا التراث شيء مهم جدا، to have an identity for who you are. Thank you. واللي ما يعرف اصله بلا اصل. صدقت. وهذه، واتمنى طبعا ان ربنا يفك الغم وتتحسن الامور في كل الشعوب العربيه ان شاء الله يا رب، ويكون السنين اللي جاية تكون أحسن من السنة هذه يا رب. دائما ما بعد، دائما يعني ما بعد الضيق إلا الفرج، فنحن يا رب نتمنى الفرج لشعب اليمن الحبيب ولكل شعوب، يعني لكل شعوب العالم العربي والعالم أجمع كمان، يعني ما في أجمل من الحب والسلام والوئام بين الشعوب يعني. وشكرا لك يا منى على هذا الصوت وهذه الروح، يعني فعلا لا يمل منك ابدا. تعرفين كلكم صراحه ما يمل السنه الرمضانيه يعني شو بدي اقول لك، والله الكلام بيروح والكلام بيخلص، يعني انت فعلا نبع من الفرح. الله يخليك. مجرد واحد يشوف يعني يطلع بوجهك انت نبع من الفرح. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم استضفتونا، وشكرا ان اعطيتوني الفرصه ان احنا نتكلم عن التراث اليمني. طبعا انا 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 بفتخر انك كنت معنا، وبفتخر انه قدرنا نمثل التراث اليمني اليوم باسم كنار تي في، باسمي وباسم نسرين. بنشكرك شكر جزير من اعماق قلبنا. الله يخليك، واسفه لو قصرت ولو ما قدرت يعني اغني الاغاني صح، يعني اعتذر لانه I get very nervous on camera. يعني يضيع كل اللي في راسي اللي انا يعني محضره له، بس الحمد لله عدت على خير. You were amazing. يعني صراحة نفتخر فيك. جمهورنا كان مستمتع جدا جدا جدا. نكشت ناس كتير، يعني خليتيهم يدخلوا يكتبوا كومنت. نفتخر في جميع جمهورنا، نشكره على دعمه وحضوره للحلقة. نذكر انه احنا حلقاتنا هاي كلها موجهة لكل العرب، فأي واحد بيعرف شخص عنده موهبة بحب يظهر الفولكلور تبع بلده، خاصة الفولكلور والثقافة، بنرحب فيه. عنده أي ايديا أهلا وسهلا فيه. بذكركم غدا بالحلقات الساعة 6 رح تكون عندنا حلقة
حنتكلم فيها عن الكتاب مع الأستاذ محمد عيسى، مختار لنا كتاب مهم جدا جدا، وراح نبدأ سلسلة نقرأ مع بعض. الساعة 7:30 راح يكون معنا بث نقل مباشر لأذان قراءة قرآن وأذان المغرب من مدينة أوتوا، والساعة إن شاء الله 10 حيكون برنامج الأسر المنتجة مع ضيف عزيز ومهم جدا مع أستاذ محمد التميمي. فتابعوا الحلقات إن شاء الله يوم غدا، وتصبحون على ألف ألف خير. شكرا. رمضان كريم.